علاء الدين والأصدقاء، فقرة تمثيلية هيأديها علاء الدين وأصحابه ياسمين ومرجان. كل حلقة هيتفقوا فيها على حاجة حلوة هتغير حياتهم، ونسمع التفاصيل مع نهى سعد، سعد المغربي، وأحمد مصطفى. مالك يا علاء؟ بتنهج ليه كده؟ كل ده عشان جريت شوية في التراك. عايز شوية مية أشرب. علشان أنت بطلت سباحة من فترة كبيرة يا علاء. السباحة بتطول النفس وبتقوي عضلات الجسم، نفسك بيقطع بسرعة لما تجري. طيب ما أنا بطير عادي ومش بنهج. أنت إيه بس يا مرجان، ده أنت مفيش زيك أبدا. بس برضو خلي بالك عندك كرش كبير ولازم تخسسه. أنا مش باكل كتير أصلا. بجد؟ طيب يلا بينا نقعد، أنا مش قادر. طيب بصوا بقى، احنا لازم نستغل الصيف، ما ينفعش نقعد ناكل ونتفرج على التلفزيون ونلعب العاب على الموبايل والبلاي ستيشن وبس. عايزانا نعمل ايه يعني؟ النادي قريب مننا، نيجي 3 ايام في الاسبوع ونمشي في التراك ساعه. ساعه ده كتير قوي. المفروض نمشي كل يوم على فكره. والمشي هيظبط نفسي طبعا، وكمان نط الحبل والسباحه والهيلا هوب والوثب، كل دي رياضات بتطول النفس وتقوي العضلات. الله. طيب وانا اعمل ايه؟ انت يا مرجان هتجري معانا كل ما نيجي. انا هطير زي العصافير. ماشي يا مرجان، طير وتنطط، المهم نخسس الكرش ده. انا بقى هشترك في السباحة تاني. طيب تمام اتفقنا. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.